وصلتي الغنيم ازاي؟ هو معاه رقم تليفوني يا باشا، كان بيتصل بيا من وقت للتاني ويحاول يرجع الود القديم، خصوصا انه عارف اني مش مرتاحه مع اكرم، والزن على الودان امر من السحر يا باشا. في ساعه شيطان اتفقت مع اني اهرب واسيب البيت، وحصل اللي حصل. ميرفت انا عايزك تقولي كل حاجه، قولي الحقيقه، ما تخافيش من اي حد ولا اي تهديد، وانا معاكي وهحميكي مش هسيبك. انا قلت لك كل اللي حصل يا باشا، وهي دي الحقيقه. شفت يا باشا، انا ماشي في السليم. جايز كلام ميرفت يخليك في السليم دلوقتي، بس مش هتفضل في السليم على طول انت واللي معاك، واذا كنت فلقت من ايدي المره دي فمفيش اكتر من الجايات يا فتحي. انا طول عمري ماشي جنب الحيط وماشي في السليم يا باشا، وبكده لا في جايات ولا في رايحات. ما نخلي الايام هي اللي تثبت الكلام اللي بتقوله ده صح ولا غلط. عندك حق يا باشا، الايام اللي هتثبت اذا كنت ماشي في السليم ولا لا. ودلوقتي بقى حضرتك تأمرني بحاجة؟ ممكن أستأذن؟ تفضل، بس ما تنساش تسلم لي على ماهر وأكرم. يوصل يا باشا. ألف سلامة عليك يا مرات أخويا، ربنا يكفيك شر ولاد الحرام. أنا أسنك يا باشا. الجدع ده مش سهل، شكله هيتعبنا. وعاقل وتقيل. ولك يا معتز، ما يغيبش عن عينيك لحظه. اما بقى الست ميرفت فتاخد لي اقوالها في محضر رسمي، ولو اني اعتقد ان ما عندهاش اي حاجه تقولها بعد اللي قالته. وانت بقى بعد ما تفوقي كده عايزك تراجعي نفسك، جايز تكوني ناسي حاجه. ساعتها بقى طبعا هتجيلي وتكلميني وتقوليلي على كل حاجة، وانا زي ما وعدتك هنحميكي. لكن تطلعي غبية وتخبي عني اي حاجة مش هرحمك، وهتروحي في رجلي. خيط لك بقك. تخيط لي بقي ده يا اخويا يا سايبه؟ بقول لك ايه؟ هم كلمتين ورد غطاهم واغور من وشك. قول يا اخويا شجيني. الوطي يا بنتك كانت بتقول ان هي بتكلمك وبتجيلك عشان انت تعبانه. هي كانت بتوعد الكلب اللي اسمه غنيم ده عندك هنا؟ اخرس قطع لسانك. انا بيتي اشرف بيت في الدنيا. رد عليا من غير طولة لسان. انا لا عمري شفت ولا قابلت الزفت ده، ربنا ياخده. ولا اعرف كان بتقابله فين ولا امتى. انت امها وهي طالعه لك، واكيد سرها كله معاكي. هي غارت في 60,000 داهيه. انا مش عايز اعرف حاجه، بس عايز اعرف هي وصلت معاها لحد فين. قولي لي. لسكه الناديه معايا. يعني ايه؟ يعني ارحم نفسك وارحمها. هي لا لحقت توصل ولا ترجع. تفشت من عمايلك السودة فيها، راحت للمضروب في قلبه وضر بيها عشان القرشينات. ادي كل الحكاية. مش هخش عليا. يعني هي ما كانتش مرافقاه؟ طب لو هي كانت كده كان المخفي على عينه ده يغدر بيها ليه؟ ها يا ابني روح لحالك بقى، يعني كفايه اللي حصل لغاية كده. ماشي هروح لحالي، بس عارفة لو جبت سيرتنا بكلمة واحدة هخلص عليكي.
فاهمة؟ حاضر يا اختي، سوق عجلك، سوق عجلك بقى، مشي في طريقي يا ساتر، ربنا يهد قواك انت واخوك في يوم واحد. لا انا بره. ايه ده بس يا فتحي؟ طيب يا فتحي، كان في مشوار مهم وكان لازم اعمله. طب يلا تعالى تعالى. الله اكرم، مش عارف بعملك ايه دلوقتي. لما اجي لك هقول لك. انت فين دلوقتي؟ اه ماشي، عارفه تمام. يلا انا جاي لك على طول. ماشي مستنيك. مش عاجبك يعني يا فتحي تسيب الخن وتيجي تقعد؟ ابدا، كنت متضايق شويه، كنت عايز اقعد في مكان محدش يعرفني فيه عشان اقعد براحتي وعلى رواقي. يبقى اللي توقعته حصل يا فتحي. وايه بقى اللي انت توقعته؟ مش انت رحت خلصت على ميرفت؟ جرايه يا اكرم، ومين قالك ان احنا قتالين قتلة؟ ومن امتى الدم عندنا رخيص وسهل؟ هي اللي ابتدت والبادي اصلا يا فتحي. وبعدين انت كان لازم انك تضمن ان هي ما تفتحش بقها. عموما ما تقلقش، ميرفت مش هتفتح بقها ولا هيجي لنا من ناحيتها اي خطر. ازاي؟ ازاي دي بقى بتاعت انا. انا اتصرفت معاها بطريقتي. مش هفهم. طيب انت من امتى بتفهم يا اكرم؟ انت عايش في حته تانية، في عالم تاني خالص. عموما سيبك من الرغي الفاضي ده وقول لي، ايه المشوار اللي انت عملته كنت بتأمن بيه ظهرنا؟ رحت لامها الوطي، مش عايزها تفتح بقها بكلمه تخصنا. وايه تاني؟ بس رحت لام الزفته دي ليه؟ كنت بحذرها يعني يا فتحي ان هي ما تعملش حاجه يعني، ما تفتحش بقها بكلمة. غيره؟ كنت عايز اعرف ميرفت وصلت مع الكلب غنين ده لفين؟ ايوه، هو ده مربط الفرس. حضرتك كنت رايح عشان تطمن على حبيبة القلب، نظامها ايه مع عشقها؟ لا يا فتحي مش كده. انت جبلة يا اكرم، جبلة، مش حاسس باللي احنا فيه. انا هقول لك على حاجة قلتها لك وهفضل اقولها لك، ما شلتش الزفتة دي من دماغك هتضيع وهتضيعنا وراك. وسيبك من كل الكلام ده، حضرتك ناسي وانت بتأمن ظهرنا ان البوليس مراقبنا؟ يعني كان قطرك وانت رايح لامها، واكيد البوليس حط في دماغه ان انت رايح تهدد امها انها ما تفتحش بقها. كنت ناسي كل ده؟ مش عارف؟ هو انت بقى اللي زي ما بيقولوا عليه كيكه حالها عماها يا فتحي. انا كان قصدي لا قصدك ولا مش قصدك، اظن بقى كفايه لغايه كده. اتفضل يا ابني، سبق لي انت على المزرعه. يلا. طب خلاص يا فتحي ما تزعلش، اوعدك اني مش هعمل حاجه تانيه غير لما اقول لك. طب اتفضل اتفضل، انا هادي مبسوط وسعيد وزي الفل ومش عايز افرج الناس عليا. اتفضل. متر كاسكو،
الو، ايوه مين انت؟ وليك عين تكلمني بعد كل اللي عملته؟ يا واش يا واش، علاه اسراج باشا عشان نعرف نتفاهم. نتفاهم على ايه بقى يا اخوان؟ ان شاء الله. لا، كلام مش هينفع في التليفون. انا عايز اقابلك ضروري وهبسطك على الاخر. هجيلك يا غنيم. وياريت تبقى لوحدك وبلاش تقل معايا عشان نبقى حلوين مع بعض. هجيلك لوحدي عشان اشوف انت عايز ايه واشوف اخرتها معاك هتوصلني لفين. اخرتها فل ان شاء الله. سلام يا باشا. 60 داهية. سراج بيه، العميل اشترى الفازة الطلياني بس كان طمعان في تخفيض. انا دماغي مش فيا يا اميرة، شوفي هو عايز ايه وريحي على الاخر. خير يا سراج بيه؟ هو حصل حاجة؟ هو ليه مكلمني؟ معقولة؟ عايز يقابلني بعد كل اللي عمله ده؟ ده يبقى جنان رسمي. اوعى تكون سعادتك ناوي تروح تقابله. لازم اروح، لازم يا اميره. ولازم ليه؟ لان في دماغي توقع كده، لو حصل هخلص من مشاكل كتيره. انا كنت متوقع حركات الجنان بتاعتك دي، ما دماغك دي ضربه. يعني كنت عايزين اعمل ايه يا علا؟ كنت زهقانه وحطق من جنابي وحاتم فضل يزن علي. هو حاتم ده مش اخوكي؟ ما انت عارفاه وحافظاه. انا مش قادره افهم، ما انت ياما اشتكيتي منه، ازاي خرجتي معاه بالبساطه دي؟ وازاي تخرجي مع الاشكال الغريبه دي وتشبهي نفسك؟ هي اشكال غريبه بس، هي اشكال غريبه وضله وقمه في قله الادب والسخافه. طيب الحمد لله انه ده رايك. اسمعي كلام اختك يا كارما، بعيدي عن السكه دي وبلاش تضعفي قدام اخوكي وتخرجي معاه تاني لو سمحتي، مهما كانت الحالة اللي انت فيها. ممكن؟ لا 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 خلاص، توبة من دي النوبة. توبة من دي النوبة ولا بتاخديني على قد عقلي؟ لا يا علا، هو انا اتجننت يعني عشان اصاحب ناس زي دي؟ لا اتجننت ايه، انت لاسعة بس. طب بقولك ايه، سيبك من الكلام ده، مفيش اي اخبار عن فتحي؟ لو سمحتي يا علا، ما تجيبليش سيرة الاسم فتحي ده تاني. انا اللي عايزة اعرفه تاني ولا عايزة اسمع اسمه اصلا. يا سبحان الله، كلامك ليه عنه ما كانش بيقول كده، كان بيوريني قد ايه هو جدع وشهم. انا نفسي بس افهم هو ايه اللي خلاه يعمل معاكي كده. لانه طلع ندل بكل بساطه، طلع بيتسلى. يا سلام، انت ناس الحكايه اللي قلتها لي عنه لما راحت عليه نومه عندك في البيت وصحي تاني يوم يا عيني مشي على ملا وشه من كتر كسوفه. مش عايزه افتكر اي حاجه عنه. لا لازم تفتكري، لان اللي عمله فتحي معاكي يوميها لا هي تصرفات ندل ولا بني ادم عايز يتسلى. قصدك ايه يعني؟ اقصد ان انت لازم تقعدي وتفهمي منه ايه الظروف اللي خليته يعمل معاكي كده. ايه الكلام الجنان اللي انت بتقوليه ده يا علا؟ عايزين نروح له برجليا واقعد معاه واكلمه ليه يعني؟ وانا كنت رميه يعني عشان ارخص نفسي كده؟ يا ستي ما قلناش رميه ولا قلنا لك تذلي نفسك، انا بقول اسمعي منه وافهمي ايه الظروف اللي خليته يعمل كده. لو عايزه نصيحتي افهمي الاول وبعد كده يا ستي خدي قرارك. لا 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 يا علا، يفتح الله، انا خلاص فتحي ده خرج من حياتي، انا مش هقبل منه اي عذر بعد ما تجاهلني وجرحني بالشكل ده. اسمعي مني يا كارما، ادي نفسك فرصه واسمعي من فتحي، اللي بينك وبينه برضه مش قليل، يستاهل انك تديه فرصه تانية. مين عارف يا بنتي، مش يمكن انت ظلماه. ده حاجه طبعا، عايزك تخرجي معاه النهارده برضه. ولا هعبره طبعا.